والآن متابعة لأهم أخبار المال والأعمال مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم أميرة وإلهام، ونتابع معكم أهم وآخر الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعوة الرئاسة الهندية لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين تعد انعكاساً للروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً، وتأكيداً لمكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي بشأن التحضيرات الأولية للمشاركة المصرية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة في عام 2023. وأضاف مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بإلاء ملف المشاركة المصرية في اجتماعات مجموعة العشرين اهتماما خاصا، وأن تكون هناك مشاركة نشطة ومؤثرة في مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وخاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية. أعلن البنك المركزي رصد زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما أعلن رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية منذ الأربعاء الماضي بمبالغ تخطت 925 مليون دولار. وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال 3 أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية. وأشار المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمل المشتقات المالية بسوق الصرف للتحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف. وأوضح المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر ليصل إلى 34 مليار دولار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد 14 من مارس المقبل. وأوضح المركز أن عدد المتقدمين للاستفادة من القانون وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية، بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات. شهد وزير البترول طارق الملا توقيع مذكرة نوايا حول التكامل التكنولوجي لخفض وتقييم غازات الشعلة، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز وشركة إني الإيطالية. وبموجب المذكرة ستقوم الشركتان بدراسة وتحديد الفرص المتاحة لعمليات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مشروعات قطاع البترول والغاز في مصر، وإعداد خطة رئيسية للاستفادة الاقتصادية من الغازات الناتجة عن هذه العمليات. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.45 من الألف مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15837 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.3% يغلق عند مستوى 2897 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.91% يغلق عند مستوى 4356 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع، إذ أدى التفاؤل إزاء توقعات الطلب الصيني على الطاقة ورفع أقل حدة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تخفيف قلق المستثمرين. لكن بورصة قطر وصلت خسائرها، وأغلق المؤشر السعودي مستقرا، بينما صعد مؤشر أبو ظبي 5%، كما أغلق مؤشر دبي مرتفعا 3%. في المقابل تراجع المؤشر القطري 1.1% منخفضا للجلسة الخامسة على التوالي، مع تراجع جميع أسهم البنوك تقريبا.
وختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وأميرة لمتابعة ما تبقى من النشرة، إليكم ومن جديد شكرا لك.